تعرف يا عم ابو شحاده، انا لما جيت لهون وانقبلت بالجامعه كانت احلامي كبيره وطموحاتي اكبر. كنت حاب ادرس دكتور ولا مهندس، لكن ما صحليش، ما يئستش، قلت خليني ادرس زراعه وارجع للبلد مهندس زراعي، ارفع راسي وراس اهلي. بس هاي لي سنتين هون، وكل يوم عن يوم احلامي بتموت، وصرت خايف من بكره، وانت خوفتني اكتر. يعني اترك الجامعه واقضي على مستقبلي ولا ايش اعمل؟ ايش اعمل؟ انا بقول لك ايش تعمل، اعمل لك كاسه شاي عبين ما اروح على الحسبه اجيب خضره البدراوي، ومن مره بجيب فطور معاي، لانه يا حبيبي يا حسام ما ضل حكي لو ضلينا نحكي فيه 100 سنه بخلصش، فخليه في القلب احسن. على رايك، بس خلي الشاي ينقع مش تعمله مايص. بس تتاخرش. اتاخر وين بدي اتاخر يعني؟ شو تمر لي ابو سليمان وابو عطيه ومش عارف مين؟ يا رجل هو هسه وقت زيارات؟ ما هي زياراتك صباحيه. اي مزبوط زياراتي صباحيه، بس انت هسه قاعد بتقول لي انه الساعه 5. يا رجل في حدا في العالم بزور حد الساعه 5 الصبح؟ يعني لو 5 و5 5 و10 معقول، اما 5 يعني 5 دقائق وقفت عليهم؟ اه طبعا بتوقف على 5 دقائق، ولو مش عاجبينك الخمس دقائق. مرحبا مرحبا. يب تنساش الشاي. تأخرش. طيب مش راح اتاخر. تنساش تجيب معك خبز. شو اجيب؟ خبز. خبز ها؟ ما انا عارف انه الفيلا فيش فيها خبز، عارف والله. راح اجيب الخبز. يلا بس انت شد لي همتك. يلا مع السلامه.